فعندي انسداد بالشرايين. كملت العمليه استعبار 4 ساعات، رجلي ما تعيني، فقال لي لازم بتر، فرجلك صارت سودة يعني. رحت المستشفى زين العابدين، قالوا له هاي قرقر، قاموا بتروا رجلي من ورا الاخطاء الطبيه العب. وثمانين نفر من محافظة النجف بيهم ايدز، ما ادري اكو شخص بي ايدز جاي برا، كياس اللي يردون يجيبوها من يستاردوها ما ادري من يا دولة بها ايدز، او الجهاز اللي عنده ما يكشف هذا الفيروس، ترى هاي يعني حالة يرضى عليها احنا، يعني فوق الثلاسيميا ودور ايدز. زكريا مصاب بهذا المرض اللي عوز المناعي بسبب الدم اللي اخذه بالمستشفى ابن سينا، متبرع به شخص. اذا قضاء عراقي ما قدر ياخذ حق الطفل، وين ياخذ حق الطفل الان؟ هذا الطفل دخل باختناق، طلع تلف بالدماغ ومشلول، وفوق هذا كله لجنتين مصدرت له شهادة وفاه.